ان شاء الله. طبعا هو بلا جدال دي ذكرى عزيزه على نفوسنا كلنا. مجلس اداره النادي الاهلي حرص ان هو احياء الذكرى وقراءه الفاتحه على روح شهدائنا من ابناء النادي الاهلي. طبعا ده يوم من الايام الفارقه في تاريخ النادي الاهلي اللي عمرنا ما بننساه. بس في نفس الوقت اللي احنا بنتمناه دايما واحنا حريصين عليه ناكده ان ده يكون دافع لاستمرار الانجازات والعطاء من اجل ابناء النادي الاهلي اللي فقدوا ارواحهم في يوم من ايام النادي الاهلي. ما عمر ما يكون هذا اليوم هو دافع للقصور او دافع لنوع من انواع المشاحنات اللي هي بتزيد جراح وعمرها ما هترضي امواتنا وشهدائنا في الحاله اللي هم كانوا موجودين فيها، لانهم هم في النهايه ابناء النادي الاهلي وكلنا احرص ما نكون على احياء الذكرى دي. فبس الرساله اللي عايزين نوجهها وبنحرص عليها هو ان ده يدينا دافع لمسير من العطاء والانجازات لصالح الكيان العظيم اللي هم فقدوا ارواحهم من اجله. الرساله اللي ممكن توجه لاسر الشهداء، وبالتاكيد اليوم تباعا سيحضرون الى مقر النادي لوضع اكليل من الزهور امام النصب التذكاري اللي بيتزين من خلال اسامي كل شهداء النادي الاهلي في هذه المباراه. الرساله اللي بنوجهها لهم ان احنا ما زلنا هؤلاء الشهداء في قلوبنا، عمرنا ما هننساهم. طبعا هم جزء، الدليل على كده ان كل مكاتبات النادي الاهلي تقريبا ما زالت مصره على الرقم 72، هم جزء مننا. فاي انجازات لينا في النادي الاهلي سواء اعضاء مجلس اداره او اعضاء النادي او محبيه او جماهيره دايما في قلوبهم شهداء النادي الاهلي في هذا اليوم. طبعا